عاش من شافك يا رحيم. منور يا حلمي. ده نورك نورك يا شيخ فايز. والله ليك وحشة كبيرة قوي يا شيخ فايز. بس معلش بقى، القرب منك هيزعل الحكومة. الله يبعد زعلها وخيرها عنا وعنك يا ابني. إلا بالحق يا شيخ فايز. أنت مزعل الحاج هدايا ليه؟ الحاجة هدايا هي اللي مزعلة حالها. حذرتها ما تشتغل مع الولاد هدول، لأنهم الحكومة قطراهم وهم لسه عظمهم طري. مشيت ورا دماغها وادي النتيجة. ما احنا جايين برضو عشان نصالحكم على بعض يا شيخ فايز. وبعدين يعني مش معقول هنيجي لغاية هنا ونرجع بإيدينا فاضية. السيارات اللي كانت محملة البضاعة ملهاش قطر. الحكومة دورت عليها في كل مكان، ما في فايدة. وفين قصاصين القطر؟ الحكومة ما خلت ولا واحد إلا ولفت إبو المنطقة كلها، وبرضو ما في فايدة. أيوة يا شيخ فايز، بس برضو الحكومة ما تعرفش تجيب اللي أنت بتجيبه. شوف يا رحيم، الصحراء هذه لها أصولها، واللي ما يمشي عليها تبلعه. ما احنا جايين لك لحد عندك اهو. انت عارف يا رحيم البضاعة دي تمنها كام؟ انا مقصودش الفلوس طبعا. شوف يا شيخ فايز، اي حاجة الحكومة عايزاها وبتدور عليها ما تتقدرش بمال، والحاجة لازم تدفع تمن انها ما سمعت الكلام. بس الست ما ادالك ايديها ايه؟ والمثل بيقول ايه؟ اللي ما تحتاجش وشه النهاردة مشارك بكرة بتحتاج لقفاه. يا ترى من يعيش البكرة؟ ربنا يديك طول العمر يا شيخ فايز. ايه رايح لكم ساعتين، هنتحرك على الفجر. قلت لك في ابيات فيها بيات. قول يا عم قول. مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ انت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. وده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش في شوية لبش كده في المينا، فانت هتفضل معانا ناخد ونص بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. ولا تحب بقى اخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم. هشام اجهز. ماشي يلا. يلا عمنا. بطل بقى. عبودة ايه الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخلة وعربيات خارجة، مش فاهم حاجة. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معاه يا عبودة. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضية صح؟ ماشي. هتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغاية ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال. ماشي تمام. قطمني يا سيد. الف مبروك روبي. روبي. نعم. انا اسف، ما تزعليش من اللي قلته. مفيش أم تزعل من ابنها أبدا. روبي كنت عايز أقولك على حاجة كده. طول عمري نفسي أقولك يا ماما، بس بصراحة لما بشوف حلاوتك وتعاطفك. بس يا واد. أنت عارف كل مرة بتقولي روبي فيها بسمعها كأنك بتقولي يا ماما في وداني. أنا قاعدة بتكلم معاك ليه؟ أنا زعلانة منك أصلا. الله،
هو انا مش لسه مصالحك؟ ده انت مش بس عايز تسيبني وتسافر، ده انت كمان رايح تقول لرحيم قبل مني انا في حد يخبي على امه حاجه زي دي، وازاي اصلا اهون عليك تسيبني وتسافر؟ ازاي يا ستي؟ ده لسه مجرد تفكير، انا ما خدتش قرار، وبعدين انا كنت زعلان من اللي عمله سيد وانت ما رديتيش عليه. مهما كان اللي بينا، مهما كان اللي حصل، لازم تيجي وتحكي لي برضو يا زياد. يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت راجل زي القمر، وبعدين في الاخر عمتك تيجي تاخدك على الجاهز؟ طب افرضي دلوقتي جالي عقد عمل بره، مش هتخليني اسافر؟ لا طبعا. ايوه طبعا. تسافر ايه وبتاع ايه؟ انا اللي هشغلك، وانا اللي هختار لك عروستك، وانا اللي هجوزك واربي عيالك، واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومك، تقول لي اسافر بره؟ بره ايه وبتاع ايه يا ستي؟ انا لسه ما خدتش قرار زي ما قلت لك، والله مجرد تفكير. ما تفكرش اصلا، الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه. انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني؟ ازاي؟ انا مش قادره افهم. اذا كنت انا مش قادره اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد، انت عايز تسيب البلد كلها؟ طب ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش انا ممكن يجرالي ايه من بعدك؟ انا مش هسافر واسيبك حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. سبت عماد بره الفيلا، دخلت لقيت رحيم جوه، والاتنين بيطلبوا مني نفس الطلب في نفس الوقت. الاتنين عايزيني. وانتي عايزه ايه؟ ساعات بحس ان الاختيار سهل، حتى مش محتاج تفكير. عشان بتختاري بقلبك؟ انا بكره الكلام ده، كأن الانسان بقى اتنين، قلب وعقل. مفيش حاجه اسمها كده. في انا عايزه ايه؟ قلبي وعقلي حاجه واحده بس اسمها داليا. داليا، انت بتفكري بعقلك زياده عن اللزوم. علشان مش شايفه الفرق. العقل والقلب واحد. العقل بيستقبل المشاعر والافكار، والقلب بيدق على اساسه. يعني لو العقل كره، القلب مش هيدق، ولو العقل حب، القلب هيدق. عشان كده انا مش شايفه الفرق. طيب بص يا ستي، المقصود بالقلب والعقل هو الفرق بين واحد بيفكر في كل حاجة وبيحسبها بالورقة والقلم. الناس اللي بتحسبها بالورقة والقلم بيفكروا في كل تفصيلة، والناس التانية اللي بتمشي ورا قلبها من غير ما تفكر. الناس بقى بتختزل كل ده في جملة واحدة، صراع القلب والعقل. وانتي واحدة من الناس اللي بتحاول تصدر انها بتفكر بعقلها طول الوقت بتحسبها، بس انا عارفة كويس انك بتمشي ورا مشاعرك اكتر ما بتحسبيها. ولو قلت لك اني مش بحب المشاعر؟ طب انت سامعه الجمله اللي بتقوليها؟ اه سامعاها، جمله واحده بتتعذب، ولا جمله واحده خايفه تمشي ورا مشاعرها؟ انت تاني هترجع لموضوع القلب والعقل ده. داليا، هو انا ليه بحس ان كل ما تقربي من رحيم المشاكل بتزيد، برغم ان انا عارفه كويس قوي انك بتحبيه هو ومش بتحبي عماد؟ ايه اللي بينكم؟ ايه اللي مخليكي مش قادره تبقي معايا؟ مفيش. طريقه حياته، شغله، اسلوب العيشه اللي عايشها كده، يعني مفيش حاجه. انت عارفه كل ده من زمان. في حاجه تانيه يا داليا. مفيش حاجه اقولها. في حاجه يا داليا، قولي كل اللي جواكي عشان اقدر اساعدك. اتكلم اقول ايه بس؟ في حاجه تقوليها بس انت بتقاومي. انا مش بقاوم. بتقاوم. اقولك الدليل؟ أكبر دليل يا ستي إنك عقلك الباطن ألح عليكي وفضل يزن لغاية ما جابك لغاية هنا عشان تحكي لي، علشان يزيح هم تقيل من على قلبك. بس عقلك الوعي بقى يا ستي رافض، وبيحاول يقنعني إنه مفيش أي حاجة خالص، والمشكلة أسلوب حياته الغلط، وده مش حقيقي. ده عقلك الباطن أنت اللي بقولك كده. ده مش حقيقي يا داليا. داليا، في حاجة بينك وبين رحيم، احكي لي عليها عشان أقدر أساعدك. مفيش حاجة أقولها. على فكرة يا مدام حنان، كل الفايلز دي موجود منها نسخة سوفت كوبي على اللابتوب. ماليش فيه يا أخوي، أنا أحب أمسك الورق في إيدي عشان أفهم. أنا دبلوم تجارة. اللي حضرتك تشوفيه. أنا عايز أفهم بقى. اتفضلي. البضاعة متأخرة ليه في المينا؟ دي كانت واقفة على شوية إجراءات، وكانت المفروض مدام أمينة، يعني الله يرحمها يا أخوي.
مالها بقى؟ يعني كانت المفروض هتخلص الإجراءات وكانت المفروض هتخرج الحاجات دي الأسبوع اللي فات، بس طبعاً اللي حصل ده أخرها. مين بيدفع الأرضية؟ أنا يهمني أعرف الفلوس خارجة من عند مين؟ للأسف الشركة يا مدام حنان. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ده يرضي ربنا؟ ما هو يا مدام حنان العميل اللي احنا استوردنا البضاعة لصالحه دفع كل فلوسه كاملة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش في ميتنج. مدام حنان معانا امر بالنيابة بالقبض عليكي.